عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة نور دودي. لو اول مرة في القناة ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل معايا النهاردة ايربودز 12. تابعوا معايا الفيديو عشان تعرفوا انا شغلتها ازاي. دي الاربع الوان بتاعتها، هي بتبقى على بعضها يعني السماعة بالشاحن بتاعها بتشحن وهي جوه العلبة دي. الوصلة بتاعتها دي هتوصليها على راس الشاحن عندك، او في طريقة تانية ممكن على اللاب كمان بتشحنيها على اللاب، يعني بدل ما تستخدمي راس الشاحن على طول ممكن تشحني بيها توصليها على اللاب من الوصلة دي، وبتحطيها هنا كده اهو. اول مرة تيجي تحطيها تبقى جامدة شوية، فما تقلقيش يعني تدخليها قوي هتلاقيها عملت تكه كده، يبقى هي اشتغلت معاكي تمام. وهتوصليها بقى بالراس بتاعت الشاحن او باللاب زي ما انا قلت لكم من الناحيه دي. هي بتشتغل على بلوتوث 5 طبعا في الاندرويد الحديث، وكمان المدى بتاعها من 15 ل 20 متر، لاكتر من كده مش هتبقى شغاله. مكتوبه في الكتالوج هي البطاريه بتاعتها 300 امبير. انا شحنتها وقعدت معايا حوالي 4 ساعات كمان مش 3، كنت بصور واشتغلت معايا وقت كويس وفضلت فيها كمان شحن. يعني هتسيبوها في الشاحن لغاية ما تيجوا تشغلوها، هتلاقي عندك كده وانتي بتشغليها تشوفوا معايا دلوقتي هيجيلكوا هي كام في المية. سيبيها لغاية ما تبقى 100%. لو مشغلة اغاني ممكن تقعد معاكي 3 ساعات متواصلة شغالة، مفيش مشكلة خالص مش هتفصل معاكي. ميزة حلوة جدا فيها ده الباور بانك بتاعها اللي هو الشاحن بتاعها ده، العلبة دي بعد ما تشغلوها معاكوا 3 ساعات او على حسب ما تفصل يعني معاكوا هتبقي عايزة تشحنيها تاني، فالعلبة دي هي الباور بانك بتاعها، يعني مسافة ما تحطيها هتشحن تاني من العلبة دي. يعني هتقدروا لو فصلت معاكوا 4 مرات تشغلوها. ده شكل العلبة اللي هي باور بانك زي ما قلت لكم، هيشحن معاكوا 4 مرات، يعني كل ما هتفصل هتقدروا تشحنوها تاني. وده السلك اللي جاي معاها، احنا مش عايزينه دلوقتي. دي السماعة اهم 2، معاد دي مغناطيس زي ما انتم شايفين اللي تحت ده، يعني هنحطها كده اهي تمسك على طول. دي برضو كده يبقى هي بتشحن من الباور بانك. اما نيجي بقى نشغلها نطلعهم الاثنين، اللي هي الشمال دي مفروض ان هي عامله كونكت زي ما انتم شايفين، هي بتدي اضاءه اهي خفيفه بس واضحه. هشغل بقى الثانيه عليها عشان الاثنين يعملوا كونكت مع بعض. هضغط كده ضغطة مطولة لغاية ما تدي معايا نفس الإشارة اهي، بصوا نورت كده الاتنين عملوا كونكت مع بعض. بعد ما السماعتين عملوا كونكت مع بعض افتح البلوتوث اهو كده انا فتحته، وهختار السماعة اللي هي مكتوب i12 اللي هي انبود 12 كده اشتغلت. بصوا كمان مكتوب ان البتري بتاعتها 80% اهي كده انا عملت كونكت معاها. اقول لكم برضو على حاجة مهمة، هندخل في السيتنج عشان خاطر ان احنا نتأكد ان الكولز شغال والاوديو كمان الصوت شغال. وقف دلوقتي هشغل السماعات على اليوتيوب. اول هي خلاص عملت كده كونكت مع الموبايل، دخلت اهو اليوتيوب وهختار اي اغنية. بصوا عشان نوقف الاغنية هنضغط كده زي ما انتم شايفين وقفت، عايزين نشغلها هنضغط نفس الضغطة اشتغلت اهي. كمان ممكن اقلب على اللي بعدها ان انا هضغط ضغطة مطولة كده قلبت على الاغنية اللي بعدها. الصوت بتاعها عالي يعني وحتى اكيد وصل لكم زي ما انتم شايفين الصوت بتاعها عالي. كمان الناحية التانية نفس الطريقة، وانتوا لو ضغطتوا عليها كده هتوقف زي ما انتم شايفين، ولو ضغطتوا ضغطة مطولة هتنقل على الفيديو اللي بعده.
اخر حاجه في السماعه دي ان هي التاتش، ففيها ميزه ان انتوا تقدروا تقفلوا وتفتحوا من خلالها. لو هنقفل المكالمه بنقفل من اليمين، ولو هنفتح المكالمه بنفتح من الشمال. عايزه اقول لكم من تجربتي معاها ان هي فيها مايك صوته حلو جدا، يعني وانتوا في المكالمات هتلاقي اللي سامعك الصوت واضح، كمان لو بتسجلوا او بتتكلموا عموما برضو بتسمعوا كويس، واللي كمان متصل بيكم بيبقى سامع الصوت كويس، ولو بتسجلي فيديوهات برضو الصوت فيها بيبقى كويس جدا. ده النهاردة كان ريفيو عن سماعة الايربودز 12، من احلى السماعات بجد، عملية جدا. يعني انتوا تشوفوا شكلها كده، شكلها حلو وصغنطوطة، بس هي مريحة عشان من غير سلك وكده، وايرلس، فالموضوع حلو، وكمان سهلة جدا في استخدامها، ان هي بالتاتش، يعني مسألة تعود مش اكتر. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.